السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير للجميع. كما تعودنا في لقاءاتنا الشهرية، اليوم اللقاء راح يستمر ولكن عن بعد بسبب الظروف الراهنة. نحب نسمع منكم عن أي تحديات واجهتكم أو كذلك عن أي توصيات حابين تشاركونا فيها. الحمد لله كل شيء ماشي. طبعاً أول أسبوع شوي كان في صعوبة، لكن عقب الحمد لله تعودنا على زوم، تعودنا على الميتينج في تيمز. خلال الثلاث أسابيع الماضية مركز أبوظبي التقني كان طبعاً من المؤسسات السباقة في دعم مسيرة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحيوية، سواء كانت للجمهور أو أيضاً للشركاء. ختام لا يسعني إلا أن نشكر الجميع على الحضور وعلى المشاركة الفعالة وعلى كذلك الدعم اللي قاموا به في الفترة السابقة، ونحن متأكدين من كذلك دعمهم للفترة المقبلة ولجميع الطلاب والمدرسين. نحن في دولة الإمارات حقيقة محظوظين بدعم القيادة الرشيدة وتمكين جميع المؤسسات من القيام بعملها على أفضل وجه والعمل عن بعد. ونحن مركز أبوظبي التقني من أوائل المؤسسات اللي طبقنا منظومة العمل عن بعد لجميع الموظفين والمدرسين والطلبة. والشكر لكم جميعا والسلام عليكم.